دلوقتي وصفة سهلة مع نورة السادات على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. صباح الخير، انا نورة السادات معاكم على انرجي 92.1 في أكلة جديدة في برنامج وصفة سهلة. ليه وصفة سهلة؟ عشان اتشهرت بوصفات سريعة خفيفة وتقيلة ووقت عمايلها قليل. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وان شاء الله نعمل مع بعض أحلى الأكلات. هنعمل مع بعض النهاردة شوربة المشروم والفخدة الضاني بتتبيلة جديدة حلوة جدا. تعالوا نشوف مع بعض شوربة المشروم هنعملها ازاي. نبدأ بالمقادير، وهي طبق مشروم طازة، نص كيلو لبن، كوباية كريمة لباني، فصين ثوم مدقوقين، ملح وفلفل، كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة، مع معلقة زبدة صغيرة. نيجي عن طريقة التحضير. في خلاط هنحط نص طبق المشروم مع 2 كوباية من اللبن. هنجيب 2 كوباية لبن ونحطهم مع المشروم ونضربه جامد جدا لحد ما يبقى زي الشوربة. هنشيله على جنب ونجيب نص الطبق التاني ونضربه، بس هنضربه 2 ضربات خفاف، عايزاه يبقى قطع علشان طعمه هيبقى أحلى كتير. في حلة متوسطة هنحط زبدة والثوم والكزبرة، وبعد كده يسيبوه بس يصفر سنة، وبعد كده هنحط الخليط اللي هو بتاع المشروم والمشروم القطع. عايزاكم بقى نظبط تقل الشوربة بحسب رغبتك، يعني هتلاقوها تقيلة شوية ممكن نزود شوية من اللبن، أو لو حابين تستخدموا مرقة فراخ أو شوربة فراخ عندكم برضو ممكن تحطوها تطلع حلوة جدا. وبعد كده هنحط البهارات، ملح فلفل، ضبطوها حلوة قوي، ونحط الكريمة ويغلي غلوة وتتقدم على طول. نطلع فاصل نسمع أغنية ونرجع نقول لكم على وصفة الفخدة الضاني السهلة جدا. Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away. Worldwide. I wanna be mama chula, mama chula. I wanna be mama chula.
open up your eyes. Maria, you know you're my lover. سهلة مع نورة السادات على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. رجعنا لكم بوصفة وتتبيلة جميلة جدا للفخدة الضاني. هقول لكم على المقادير، وهي فخدة ضاني، 4 برتقانات معصورين، ليمونتين معصورين، كوباية عصير عنب احمر، كوباية مرقة لحمة، زعتر طازة، ورشة جوزة الطيب، معانا ملح وفلفل، وراس تومة على بعضها مش متقشرة، بصلتين خضر، وهنقدمه مع رز أصفر. نقول بقى طريقة التحضير، طريقة لذيذة جدا إن شاء الله هتعجبكم. هنسخن الفرن، دي أول حاجة. بعدين هنتبل الفخدة بالبرتقان والليمون، وعايزين نسيبها كده فيها لمدة نص ساعة أو أكتر. بعدين في بولة حطي بقى البهارات وعصير العنب وجوزة الطيب. هنجيب البهارات اللي احنا حطيناها مع العصير وجوزة الطيب، وهندعك بيها الفخدة في جميع النواحي. وبعدين في صينية فرن هنحط الشوربة ونحط الفخدة المتبلة حلو جدا، وهنغطيها كويس قوي بالفويل وندخلها الفرن. هتاخد سوا ساعتين لساعتين ونص. بعد كده هنكشفها ونحمر الوش. هنقدمه مع الرز الأصفر. الرز الأصفر هنعمله زي ما بنعمل الرز الأبيض، بس هنحط معاه الكركم وهو بيستوي علشان يطلع مصفر. يلا نطلع فاصل ونرجع مع نصيحتنا النهار. لما بيكون في زحمة في الشارع بتسمع ناس بتزعق بصوت عالي جدا مش مبرر، عبود المؤسسة، عبود المؤسسة، عبود حياتنا بتخلي صوتنا تملي سكتنا، وهنعمل ايه ما هو سلو بلدنا وهو كله زحمة في زحمة وزحمة We'll be right back.
يكون في أصوات كتيرة في مخك وزحمة في مخك وتلاقي نفسك عمال تدوش نفسك يقول لك الوقت يا عزي عدي الشارع ومش عارف موتر مدينة زحمة سهلة مع نورة السادات على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. رجعنا لكم مع نصيحة النهاردة وهي هتكون عن المية، وهي من اهم العناصر الغذائية يوميا. عايزاكم تشربوا من 6 ل 8 كوبايات مية. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في الحلقة الجاية بوصفة جديدة ونصيحة جديدة. نورة السادات.